إزالة المية البيضاء. قبل أن نتحدث عن إزالة المية البيضاء، هنتكلم على النظر. النظر هو نتيجة لتفاعل أجزاء مختلفة بين العين والمخ. بتعتمد قوة النظر على الأداء القوي للعدسات، وتسمى هذه العدسات بالعدسة الكريستالية. وبيوجد هذا الجزء الشفاف المرن في كبسولة خلف القزحية ومثبتة بواسطة ألياف. في العين الطبيعية من الممكن الرؤية عند سقوط الضوء ومروره خلال العدسة الكريستالية، وبيتم التركيز على شبكية العين في الخلف. مع التقدم في العمر، العدسة دي بتصبح أقل مرونة وجافة وأقل شفافية، وبتمنع الضوء من المرور خلالها. وهذه العدسة القاتمة بتسمى بالكاتراكت أو المية البيضاء، وإذا لم يتم معالجتها بيقل النظر تدريجيا وبيتحول إلى فقد الإبصار. الطريقة الوحيدة لإزالة المية البيضاء هو التدخل الجراحي. بيتم عن طريق إزالة هذه السحابة اللي هي المية البيضاء من فوق العدسة، وزرع عدسة شفافة. جراحة المية البيضاء تعتبر من أكثر العمليات أمنا. أما في حالة إذا كانت العدسة لن تستطيع أن تؤدي وظيفتها، فبيتم إزالة العدسة وزرع عدسة في العين، وهذه العملية بتتراوح مدتها بين 15-30 دقيقة. لا تحتاج العدسة إلى غرز، لأن الجرح يشفى من تلقاء نفسه.